هو شكله ما نوعه، أكيد في قصة خلته يتغير. مو مشكلة، أنا رح لاقي الشي اللي رجع حياتك مثل ما كانت من قبل وأحسن. ماشي مبروك. أنا تعاملت معه بهذا وعجبتني بضاعته. تعال عمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي. ارتاح عمي. أهلا عمي. نعم بنتي. بما أنه الضيوف كلهم إجوا، شو رأيك نبلش هلأ فورا؟ طيب. نيشا ما بتعمل هيك شي بدون هدف، وأنا متأكد إنه في مصيبة اليوم من وراء الحفلة هي. بابا، أنا سعيد كتير لأنكم جايين تكرموني. شكراً شكراً كتير لألكم. وشي أكيد إنه نحن مثل الشجرة، ما بتكبر إلا إذا كان إلى جذور قوية، وهي الجذور هي شخص وقف جنبي بكل مراحل حياتي، وهذا الشخص هو أخي الغالي تشاندريش. المعمل والشركة كبروا معنا بفضل هذا الإنسان، وهو علمنا شلون نكون ناجحين بشغلنا. شي ظريف. تعال أخي. بابا، جمعية مهاراشترا إجوا لعنا على البيت لحتى يكرموا عمي وطلبوا يصير مديره. تفضل. استاهل. استاذ دارميش جندال. حلو، هيك صار معي نسخة. طيب وهي جبت لك الشاي أنسة، بتأمري بشي تاني؟ شبك مو عبعضك؟ تتأخر كتير الوقت، قصدي عيلتك ناطرتك، مو حابة تروحي؟ بفهم هالحكي مشان عيلتي؟ بظن إنه أنت اللي تأخرت على عيلتك، مرتك طلبت تروح؟ لا لا يا أنسة، أنا مو متزوج، لساتني عزابي. حلو، أحسن. بدي أسألك على شغلة، أنت شو رأيك بالأستاذ؟ الأستاذ؟ هو عصبي طول الوقت. إيه معك حق، كل العالم هيك بتشوفه عصبي ومزاجي، حتى إنه ما بيبتسم لو شو ما صار. اسمعني، أنت حابب تشوف الأستاذ بهالمنظر هاد؟ ها؟ معقول؟ شوف، ليصير هيك لازم تفوتني على مكتب. ايه؟ والمشكلة المكتب مقفول. ايه؟ وأنت أكيد معك المفتاح. ايه؟ أنا معي. لا 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 ما فيني. شوف، هالشي ذكرني بمشهد لباتشان وقت اللي بيدخل على المستودع، تذكرته؟ ذكرته. حلو، هيك منعمل مثل ما فتحه البطل. انت برأيك فينا صح؟ لا لا صعب. شبك هيك بتزعل باتشان؟ بزعله؟ لا لا طبعا انسى. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.